حبيبي. خرجت ازاي يا حبيبي؟ خالي خرجني. اتجوزت ليه يا امي؟ عشان اخد بطربك. ابويا؟ ايوه. روح اسال خيالك عمل ايه في ابوك. خالي قال لي على كل حاجه. ولما خالك قال لك تسألني ليه اتجوزتي ليه؟ انتي وسامية دي عيشة؟ يبقى الكل مديهم ظهرك وحاسبها عيشة؟ اه عيشة. ما انا عشت معاهم عمري كله، خدت منهم ايه غير الذل والإهانة وجع القلب؟ خليهم يجربوا، خليهم يتوجعوا زي ما انا اتوجعت. بصيتك يا ابني، سيبك في اللي انت فيه ده واركعي معايا. جرحي يا ويد، انت هتعمل عليا راجل. انا يا حبيبي ربي مات ومش هسمع من غيره كلمة واحدة. مش هيحصل، مش هفرقك لوحدك يا حبيبي، وانا ما اقدرش ابعد عنك. ما اقدرش. وتبقى راجل وتاخد بحق أمك، تاخد بطار أبوك. انت ايه اللي جايبك هنا؟ بقالي كام يوم بحاول اوصل لكم مش عارفه، انتي ما بترديش عليا. وعرفتي منين ان انا هنا؟ بتراقبيني؟ انا جايه لك عشان تلحقيني، ارجوكي تصرفي. انا بضيع. ايه دمرت كل حاجه وفضحتني، انا هترمي في السجن مش عارفه اتصرف، وانتي عارفه اني هضيع وساكته. ما تضيعي كتير قبلك يا حلوه، ضاعوا عادي. وبعدين انتي لما هتضيعي هتفرقي مع حد يعني؟ طب انتي ليه مش عايزه تساعديني؟ عشان انتي ما تستحقيش رحمتي يا بوشي، عشان انتي غبيه. بس انا عملت كل حاجه عشانك، عملت كل اللي طلبتيه مني من غير ما اسال ليه، وخدتي الثمن. عايزه ايه تاني؟ عايزاكي تقفي جنبي، أرجوكي تتصرفي، أنا مش عايزة أخسر كل حاجة. وقتك راح يا بوشي، ما بقاش عندي أي سبب يخليني أساعدك أو إن أي حد تاني يساعدك. اهربي، اختفي، المهم إنك تبعدي عن هنا خالص. سيدة اتصرف أنت، اعمل اي حاجه. سيدة انا انتهيت، اللي حصل لي ده كله بسبب اي اختك. انا اختي ما عملتش حاجه، انا اختي يا دوبك شاورت على المسافه، بس انتي واقعه واقعه. بس يا سيد انا بوشي، thank you.
ايه يا يا نبيل؟ انت هتقضيها صوتا الليل نهار ولا ايه؟ يا عم خاف على صحتك شويه. الهول له سلطان. ومن غير ما تزوقها وتلفها في سلوفانه زي كل مره. انت شايفني ازاي؟ شايفك ازاي ايه؟ شايفك صاحب واخويا وعشرة عمري وزينة رجالة الحتة. في يا جدع؟ حد داس لك على طرف ولا حد لمؤاخذه قال لك كلمه على لساني كده ولا كده؟ زينة رجال الحته ده بأمارة ايه ده يا سلطان؟ بأمارة البوكس اللي انا داخل خارج بيه من الحاره عشان الكل يفتكر قيمتي، ولا بأمارة الطبانجه اللي شميتها في جنبي عشان الكبير والصغير لما يشوفها في جنبي يهر على روحه ويقول ايه ده؟ نبيل باشا وصل. مالك يا بلبل؟ الله، مين اللي حطه عليك بلاوي كده؟ ولا مين اللي مالى صدرك بلاوي المعطن ده؟ يونيا. يونيا ليه؟ قول لي انت يا سلطان. يونيا تقول عليا ياما الكلام اللي قالته، تقول لي خلاص بلبل ملوش عزا، روح اعمل لك قيمه. يونيا العلم الكسر اللي كل انا حاسب. حاسب يا بلبل؟ الله، ما تصفرش لسانك بالغلط. امال مهما كان برضه يونيا دي انت اقرب واحد ليا. وبعدين انت مش مزعلك الكلام بتاع يونيا؟ اللي مزعلك ان يونيا قالت الحق. وانت كمان انتوا كلكم عاملين على ربطيه. على مهلك عليا يا عم، ما تفردش قوي كده. الله، اسمع الكلمتين اللي هقولهم لك وبعد كده اعمل ما بدالك. الصراحة بقى يوني ما غلطتش، مش عشان انت صغير لا سمح الله ولا حاجة، لا، عشان احنا كلنا. مين فينا بلبل عمل في دنيته حاجة عليها القيمة؟ عندك انا اهو اتجوزت بدل المرأة 10 وخلفت بدل العيل 2، في الآخر انا فين؟ راجل عجوز ماشي في قهوته عمال يتسند على التقطيب، مستني اي حد يعدي يقول له سلام عليكم، يرد عليه وكده تبقى جبرت. هو انت بتدافع عنها ولا بتقطع في نفسك؟ انا لا بدافع ولا بقطع، انا بقول لك الحق بتاع ربنا. يونيا بتقول لك الكلمتين دول عشان نلبها عليك، اسمعهم منها واعمل اللي بتقول لك عليه. أنا رأيي المثل بختم بكاني وبكي عليا، وأنا ضحكني وضحك الناس عليا. اعمل اللي قلته لك يوني يا بلبل، من عارف ممكن تلحق تعمل حاجة عليها القيمة في دنيتك. واحد بيسأل عن الدكتور أحمد يا معلم. واحد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هو هنا بيت الدكتور أحمد جدالة في المنطقة؟ نعم أخويا. بيت الدكتور أحمد جدالة هنا؟ هنا اخر الشارع يعني، بس انت لا مؤاخذه عايزه فيه خير. خير ان شاء الله، بس هو انا زميلي في الكليه، هو بقى له يومين ما بيجيش الامتحانات، قلت اجي اطمن عليه يكون عنده مشكله ولا حاجه. ما بكرهش في حياتي قد الناس اللي تعودني على ذكائهم، واصدق فعلا انهم قد المسؤوليه، وفجاه يقع قصادي زي البهايم. مشكله بوشي مش النقاوه، مشكلتي انا صدقت ان انت هتقفي جنبها لما تقع. صح يا حلو، قلت لك اللي منا كان بزنس وبس، كل حاجه تحت ايدي. انت بقى مش خايف لا تاذيك؟ تاذي مين؟ طب خليك تجرب كده وهتشوف. ما تستهونش، الست لما بتنجرح من الراجل اللي بتحبه بجد وتقرر تنتقم منه بتفكر في حاجات ما تجيش على عقل اي حد. وانا ما ضربتهاش على دي عشان تحبني، هي اللي اختارت. محدش بيختار انه هيحب ولا لا، الحب ده بيجي غصب عنك. خلاص، انت
طالما لبست نفسها في حاجه غصب عنها تستحملها. ابتديت اخاف منك لما عملت كده في بوشي. امال انا؟ دي حاجه تانيه. احنا اللي بينا شغل بس. اوكي كده هتبقى عندي زي بوشي، يعني لو وقعت هسيبك لوحدك ويهون عليك الحال. عارف اني حبيتك. يا عم سلطان، لا معرفش. يعني مش لاقيين احمد؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب اقفل انا جاي. معلش يا اختي، بس يا حبيبتي. طب والله العظيم انا يا اختي ما كنت عايزه اوجع قلب، بس والله ده انت كنت صعبانه عليا لما دريت يا اختي انه اللي بيلف من وراكي وانت مش على اخوانا. بس ونحره يا اختي خطوتك في محبته. كنت عارفه انه ملوش عزيز، بس كنت بكذب روحي. كنت اقول الدنيا كلها تهون عليه الا ميسا. السيد بيبخ في الدنيا دي كلها، بيجي عندنا يقول سماح، بس تاريخ كان راكني عشان يدوس عليا بالاول. فاشر، محدش يقدر يدوس عليكي وانا موجوده. ايه يا نصر؟ وانت هتصدري روحك عشان تاخدي لي حق منه؟ اخد الحق حرفه يا حبيبتي، ومحدش هيعرف ياخد حقك غيرك. ازاي؟ ملهاش ياخدي غير سكه واحده، العين بالعين، واحنا نسوان عينينا قوادر. واللي يختي باعنا ورمانا ومش عايزنا نستناه ليه؟ على ايه؟ انت عايزه نعمل ايه يا نصر؟ تعملي حلال ربي، وانت يا اختي الف من يتمناكي. اتجوز؟ اه يا اختي تتجوزي. امال تسوسي؟ شوفي بعديها هيحصل ايه لما يشوفك متشكلة في ايد واحد غيره. منك لله يا سيد. وانا عندي عريسك اللي رايدك وهيسددك وهيكيد المحروس. مين يا اختي؟ جوزي المعلم فودة الاصفر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ما تهدي يا بنت، في ايه؟ انت عايزه ابقى ضريتك؟ مين؟ فودة؟ انت جننتي يا اختي؟ لساكي هبلة هبلة يا بنت. انت فاكرة الجواز حب ونحنحة واتنين يروحوا فرشتهم لما يكونوا رايدين بعض؟ الجواز ضهر يا بنت. اسم يكبر اسمك ويرفعه لفوق، ساعتها محدش يستجري يجيب اسمك حتى. ايوه بس فودة. فودة يوم ما تتجوزي اسمه وسمعته هتبقي واحدة تانية خالص. زعلها يقوم الدنيا ما يقعدهاش، ولما ترضى ترضى بتقلها ده. يا بنت ده جوزك. انت واعية يا بنت انت بتقولي ايه؟ هو ماله يا هاب؟ فكر كان بغير على فودة ده؟ فودة ده الحيطة اللي بتدرى بيها من شر سامي. انا عايز اخدك معايا ورا الحيطة ونرجع زي زمان، كتفنا في كتف بعض
ما تجيبي من الاخر يا ست الكل، بدل ما انت عماله تحكي في المحكي. لو جاي توفقي بينا ريحي بالك، هي باعت وانا باعت والحاره بينا بقت سد. اما اخد حقي الاول. حقي ايه لمؤاخذه؟ هو انت ما سالتش نفسك ايه وصلت لكل اللي هي وصلت له ده بسرعه كده ازاي؟ اكبر منها بعشر سنين وموهوبين عنها بمراحل وما قدروش يوصلوا لحاجه. اصلها طلعت شاطره قوي، عرفت التمن ودفعته مظبوط، وفي كام شهر بس اتحولت من ايه جدله لايه الحكيم. بجمله اللي حكيته لك السنيوره، ما حكيتلكيش على صلاح لما بتغيب عنه؟ هاتي من الاخر. ماشي، نبطل كلام وندخل على الصوره احسن. ايه ده؟ دي سيدي هاي. سيدي هاي عليها حاجات حلوه قوي للست ايه، وهي متالقه مع حوالي 20 راجل كده، وراهنك اراهنك ان اللي في السيدي هاي دي عمره ما حصل بينكم. عارف ليه؟ عشان هي ما حستش معاك اللي بتحسه معايا. اصلها ما حبيتكش يا صلاح. اسمعي يا مره، اذا كان في حق هيتاخد هيبقى حقي منك انت. لو ما منعتيش الكلام وحياه امي وامك لاكون مخلص عليكي وقتي. هي دي تنسيها خالص، البنت دي تبعي وحوارها يلزمني. لو جيت دماغك مره واحده، مره واحده بس، هتبحك وحياه امي لا تبحك. فاهمه ولا نعيد تاني؟ فاهمه يا بنت ولا لا؟ فاهمه. وياكي شطانك يوثق وتروحي تقولي لسيد بخارستي من ورايا. ساعتها لو ما موتكيش هو هتموت على ايدي انا. سامعه؟ عروس من عيني، بتجيلي في منامي الليل. احنا مش خلاص فرقنا؟ بتلومني على ايه؟ على اني اتجوزني؟ صلحت الدنيا بعد ما خصمتها 15 سنه؟ بتلومني على ايه؟ على اني باخد حقك من سيد؟ هاخد حقك من سيد. ولو انت مسامح انا مش مسامح. ايوه انا نصر، ايوه نصر اللي تنفع معايا. قلبها حجر، كلمتها سيف يقطع رقبه اي حد يقرب منها. مش هرجع عن اللي في دماغي. ابعد عني يا اخي، هنسحب من دنيتي. نصرة، انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي لم الاتباق من بيت جدل، جاي اطمن على اخويا اللي راح بعد ما هديت البيت على دماغنا وفرقت ما بيننا. انا اللي فرقت ما بينكم؟ البيت ده طول عمره شايل نفسه من غيرك. لو هنشوف مين اللي عمل كده يبقى انت مش انا.
ده انت ما كلفتيش خاطرك تسالي على الواد. مش فارق معايا. انا عارف ان مش فارق معاكي، عشان تعرفي ان انت عشت العمر كله في وسطينا بتضحك علينا، بتتداري ورا الكلمه الحلوه والطبطبه الكدابه. ببلاش انت تتكلم عليه كده، طول عمرك بتنقطه من لسانك. عيشتنا بفلوس حلال وهي جايه من السحت. بتترحم على عبد الحليم وانت قابض روحه. الكلام ده كنت تقوليه زمان قبل ما تبقى اوسخ منه، قبل ما تروحي تعيشي في بيت فودة وترهني حياتك على اذيتي. وانت لسه شفت حاجه. هاتي اخرك يا نصرة. انا ماليش اخر وانت عارفه. اوعى تفتكر لما بتضربيني في ظهري بتوجع. انا بفوتها بمزاجي، بقول معلش يا سيد، بكره تفوق من اللي هي فيه وترجع لك، وساعتها تاخدها في حضنك وتقول لها خلاص يا نصر اهي عدت. بس بعد ما قابلت ميسا عرفت ان مفيش فايده. مش انت نصر اللي انا اعرفها. البادي اظلم يا سيد. وفي عرف انا انت اللي ابتديتي. طب على الحرام يا نصر، لا هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه في حياتك. جرب جرب كده تقف في سكتي، ويمين على يمينك لن انتمك على كل لحظة عشنا فيها سوا جوه البيت ده أو بره. هخليك واقف متكتف والنار بتيجي عليك ومش عارف تروح فين. هنتقابل يا نصر، بس لما هنتقابل هتكوني تحت رجلي وعينيكي متشعلقة في عينيا وبتترجى الرحمة. صلاح؟ آه! أنت بتعمل إيه؟ أنت جننت ولا إيه؟ هو ده ثمن النجومية يا بنت الكلب؟ هو ده ثمن النجومية؟ أنت بتصحي مش عايزة تمسك حرام يا بنت الكلب؟ 10 سنين وأكتر لا قدرت انسى ولا سامع. عقدة عمالة تكبر وتزيد وانا عمالة داري عليها كأن مفيش حاجة، كأن كل حاجة تمام. فاكر بشاير؟ بشاير البنوتة الحلوة الطيبة، بنتك اللي انت بعتها لواحد خد منها كل حاجة. بشاير بقت بوشي اللي ممكن تبيع اي حد عشان تكبر. أكتر حد حبيته كان بوخارست، حبيته قوي، حسيت معاه إني ممكن أرجع بشاير، بس هو ما ادانيش فرصة. بس كان عنده حق، شاف فيا اللي أنا بقرف أشوفه في نفسي. أنا خلاص مبقتش قادرة أستحمل بوسي. تعبت منها، ضيعتني، ضيعتني بجد. بوسي عشان بشاير ترجع. ما تخافش مش هسيبك لوحدك، انا عارفه ان ملكش غيري.
عشان كده هاخدك معايا. انا خلاص خدتك معايا. كلنا سوا. حسيت ان في اي حاجه؟ لا يا باشا. ايه ده يا عم جد الله؟ ساعة بتجيب لي كوباية قهوة؟ لا 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 لا، أنا كده لازم أشوف حد غيرك. تشوف يا باشا. مالك يا عم جد الله؟ في إيه؟ بقالك كام يوم وأنت شايل الهم على كتافك وعلى طول سرحان. اقعد. اقعد يا عم جد الله. اقعد يا راجل يا طيب. في إيه مالك؟ الهم تقيل عليا يا باشا. ابنك برضه؟ من ساعة ما بعد عن الصح وانا عارف ان الاذى هيطول ويطول اخواته والسبحه هتنفرط. انا من يوم ما دخلت هنا وانا مآمن بقدر ربنا، لكن عيالي عيالي بيضيعوا مني ومش عارف اعمل ايه. انا عمري ما تمنيت الخروج من هنا زي ما بتمناه دلوقتي يا باشا. وتخرج ليه؟ ما انت اصلا بره. طلب العفو اللي قدمته توافق عليه وكلها كام يوم وهتبقى على الاسفلت. بجد يا باشا؟ حق ربنا يا باشا هشوف عيالي. ربنا يبارك فيك يا باشا ويزود من امثالك ويديك على قد نيتك الطيبه يا رب. ربنا يبارك فيك يا باشا. ربنا يبارك فيك. مفيش سكه نويتها يا سيد الا لو عينك جابت اخرها قبل ما تخطيها، وانت عارف انها هتطلعك لقدام وتعليك إلا بالقدر. في يوم وليلة سكته قلبت عوجة وآخرها فساد. إيه اللي اتغير؟ نصر اللي كانت الحنية كلها عينيها اتملت غل ونار إزاي كده؟ وأحمد اللي نميت أحلامي كلها وربطتها في رقبته خدها وطفش معرفش فين أراضيه. وآية اللي مش عارف تقول راحت بل بسببها. حتى رحايا تايهه بتخبط يمين وشمال مش لاقي روحها. انت ايه اللي جرى لدنيتك يا سيد؟ سيد يا حوبة عامله ايه؟ انا كويسه. انا كنت عايزه بس اعرف لو في اخبار عن احمد. دورنا عليه في كل حته، مستشفيات، اسهام، حتى زينه ما خليناش. يا لهوي يا سيد، ما تلاقيش. ده معناه ان هو بخير ان شاء الله. هتلاقيه كان في اي حته بمزاجه مش غصب عنه. بكره هيرجع بزي الفل ان شاء الله. يا رب يا اخويا يا رب. بعدين ما انا قايل للسلطان يطمنك. انت ايه اللي جابك؟ في حاجه ولا ايه؟ يا رحاب في ايه؟ اصل ايه؟ انا مش ناقص. ما تنطقي الحياه. ميسا يا اخويا. ميسا مالها؟ هتتجوز فوده وكاتبه الكتاب دلوقتي. الف بركه يا سيد معلمين النصريه تم. الله يبارك فيك يا معوض. مبروك يا فوده يا اخويا. الله يبارك فيك. يا بخت اللي مراته تخطب له يا سيد. انت جاي تقر بقى ولا ايه يا معوض؟ انا قري عليك يا اخويا، ده انت اخوي، يعني اللي يفرحك يفرح قلبه معوض. تعيش يا اخويا. تسلم يا كبير، بس الخبر المره دي شديد قوي على ابو نسب، عامل زي الطلقه، زي الخبر الافغاني ساعه ولعته اخويا. يلا بقى، خليه يشد كده براحته ويتكيف. الفان. شوف لي المأذون اتأخر ليه؟ من عناية سيد المعلمين. ايه يا معلم؟ ناصر انا خايف الليله دي ترسي على فشوش. انا لما اتجوزتك ولا مؤاخذه ما اتهزتش في شاره واحده، وانت عارفه انت عنده ايه. جوزتي بقى بالبنت دي هي اللي حكيته. جوزت الاخت تكسر النفس، لكن جوزت البت اللي ريتها
تكسر القلب يا معلم. وبعدين قول لي هنا، هي البت مش ماليه نن عينك ولا ايه؟ انا ما يملاش نن عيني غيرك انت يا اصلي. النبي اصلي. طب يا اصيل خلاص ندور لها على ذكر غيرك. ويلي ويلي ايه ده كلام؟ انا يبقى قدامي المصلحه والهنا في مركب واحد وما قدفش. لا قدف يا معلم قدف، بس اوعى يا اخويا الموجي يركنك جوه. عيب عويمه قديمه. جرأة مالي إيه اللي مضحكك قوي كده؟ هتسيبه ياخدها؟ عيب يا نصر، أنا المعلم في المنصور. أنت فاهمة إن أنا مش ناري لك كلها ولا إيه؟ أنا بس كنت عايز أشوف اللقطة دي في عينيه، كنت عايز أخليه يشوف ميسة حبيبتي الباب وهي لابسة فستان فرح فوضى الأسمر. أنا كده علمت عليه. كان عندك حق يا أم، البنت دي عمرها ما كانت تبقى نصيبي، بس معلش الواحد ما بيتعلمش ببلاش. معلش يا ضنايا، ما تقوليليش كلمة معلش دي تاني. فاكرة آخر مرة لما رميت لي الدبل وقعدت تحاجلها أنا عملت إيه؟ عملت لك خاطر. المرة دي بقى مالكيش عندي حق. يعني إيه يا واد؟ يعني إيه؟ يعني هفضح الصنيورة، هجرسها جرسة ما تحلمش بيها بنت الكلب. يا نهار أسود، هتعمل إيه يا واد؟ ما يفرحش يا أخويا في الفضيحة لابن الحرام، وأنت ابن بطني يا ضنايا. أوعى يا واد تعمل كده. أوعى ليه؟ وحاجه عليها ليه؟ طب وحياه غلاوتك زي ما كانت عامله لي فيها خضره الشريفه، انا هفضحها واجرسها. الله في سمايا يا صلاح، لو عملت كده تحرم عليا من دخولك من باب الشقه. انت بتقولي ايه يا ام؟ ليه 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 يا واد يا ناقص؟ انت ده عرضي ولايا يا ضنايا، اعتبرها اختك يا اخي وغلطت. انا ماليش اخوات. ولو كانت شايله اسمك في يوم من الايام وكانت هتبقى لحمك. والحمد لله ما حصلش. الاصول يا ضنايا انك تلم وراها مش تفضحها. ليه كده يا ابني؟ انا ربيتك على كده يا صلاح، حرام عليك ليه تعمل فيا كده؟ هي اللي عملت ياما، هي اللي عملت. والله العظيم انا حبيت البت دي وزحت الدنيا بخيرها وشرها من قصاد عيني عشان ما اشوفش غيرها، ودست على نفسي الف مره الف مره عشان خاطر بس اشوف منها نظره حلوه، نظره حنينه واحده. قالوا الخيبه الكبيره مش عايز المسها في الحرام عشان تفضل غاليه ونظيفه في عينيا. اسفخس دي طلعت اوسخ خلق الله. عملت لها انا ايه بقى عشان كل ده؟ عملت ايه؟ ردي. عملت في اللي كنت غالي عنده، وربنا ردها لك في اللي غالي عندك، وهو كل سلف ودين. ابوك يا صلاح، والشر اللي كنت بترميه ورا ظهرك هتشوفه قصاد عينيك. يعني انت عايزه ايه دلوقتي يابا؟ سامحها يا ضنايا عشان خاطري يا ابني، ما تفضحهاش يا ضنايا. ابوس ايدك يا صلاح عشان خاطري. طب وحق يابا؟ حق ضناكي؟ حقك يا ضنايا ربنا هيردهولك، وبكده تكون خدت حقك وزياده. واسمع كلام امك، انساها يا حبيبي، بس قبل ده كله بقى ترد لابوك كرامته عشان ربنا يرضى عنك يا ابني عشان قدري. معرفش ازاي نصرة زغللت عيني، زي ما يكون حد ضربني على دماغي. صحيت لقيت نفسي وسطهم، كنت خايفة يا سيد، خايفة تكون نسيتني ورمتني ورا ظهري. والله سميك ورا ظهري يا ميسا، ربنا يطمن قلبك. مساء الخير يا ابو سيف، اتفضل غير هدومك وتعالى معايا، هنشرب فنجان قهوه مع بعض وهناخد منك كلمتين.